بسم الله الرحمن الرحيم. عشان نجم الجماهير في كل مكان، اهلا بكم في حلقه جديده من نجم الجماهير مع ابو المعاط زكي. النهارده هنبدا بس كده نتكلم على العبيط اللي عمل مؤتمر وقعد يتكلم فيه ويغلط فيه في امه لا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. حد ملوش مله ولا دين ولا يعرف اخلاق ولا قيم ولا مبادئ ولا اي حاجه. حد لما يموت ان شاء الله او تجيله مصيبه تشيله هو وكل من يعاونوا على الظلم، الناس هتبقى في مصر كده تبقى فيها فرح، يعني الناس هتخرج للشارع تلاقي فيه كلاكسات وفرح وحكايات وروايات وكلام بالشكل ده. العبيط الاهبل امبارح في المؤتمر بتاعه قال حاجات غريبه جدا، قعد يتهم الناس اللي هم اسياده بما لا يليق، بما لا يليق، بينما هو كله عورات وكله فشل. وللاسف شيء جدا انا مش من الناس اللي يحب يتكلم في يعني في شؤونه وفي شؤون عياله، لكن خليني اقول لكم، واحد شمام والتاني خمرجي وبتاع نسوان وبتاع رقصات، وابوه دفع له قبل كده راح المستشفى الانجلو عشان يدفع للرقاصه تشيليه مليون دولار عشان تتنازل عن شكوتها وحاجات بالشكل ده. فبالتالي واحد بقى يطلع يقول لك ايه، انا ابني جاله 8 جلطات. يا عم ابنك جاله 8 جلطات، ربنا ياخدك ويريحك ويريحنا منك ويريح ابنك منك ومن شرك، ما الناس عماله تحاسبن عليك وتدعي عليك. ماشي، هو انت النهارده بتاخد حق الناس وتديها وتديه لابنك، الناس هتسيبك؟ ما تلاقي يقول انت عمال تقهر الناس وتظلمها بلسانك اللي عامل زي المبرد اللي يستاهل قطعه باذن الله، ها؟ فبالتالي الناس مش هتسيبك، فانت عمال تعيط للناس وتستعطفها تقول لي ابني جالي 8 جلطات، ما فكرتش ان من ضمن الثمان جلطات ان الجلطه التاسعه تاخد اجله مثلا فتعيش انت زعلان وحزين ومتالم؟ فبالتالي ما انت يا اخي اتقي ربنا يا اخي في الناس اللي بتظلم، خاف ربنا في الناس اللي بتظلم، خلي الناس تدعي له بدل ما تدعي عليك وعليهم. ماشي، وبعدين ايه، واحد سقط في الانتخابات وبقى ساقط والناس عارفه انه ساقط، في البرلمان ساقط، في النادي ساقط، جايب التاني بتاع الرقاصه يقول لك ده هيبقى مشرف على الكوره. ليه يا عبيط انت؟ ايه العبط اللي انت فيه ده؟ ايه العبط اللي انت كان مش نادي ابوك ولا عزبه ابوك عشان تجيب الناس فيها تمسك كل حاجه عيالك؟ مفيش حاجه اسمها توريث في انديه. الدوله اذا كانت سايباك دلوقتي فهي سايباك في البعض بيستفيد منك من طوله لسانك، تطلع تشتم ناس، تقلي ادبك على ناس، تحول اتجاه الراي العام من امر سياسي ما الى امر رياضي تافه، الى تفاهاتك، الى زخافاتك، الى عبطك، الى هبلك. فبالتالي العبيط وعياله فضايحهم كتير جدا. عاوز اقول بس ان خلينا في العبيط، حكايته مع المذيعه هيه عين اللي اتجوزها وبعد ما سقط في الانتخابات، يوم ما اتجوزها اللي شاهدين على عقد معروفين وراحوا اتعشوا في قدوره وما كملش اسبوع وطردته بالاندر وير ونزلته في الشارع بالاندر وير. تفاصيل كتير وحكايات كتير، حكايه ابنك مع الخدامه، حكايه ابنك مع البت الويتر اللي في كباريه في شارع الهرم، حكايه ابنك التاني مع الرقاص، كل ده احنا فضينا لك، ومحدش بفضل الله هيوقفنا. اللي عندك قوله اعلى ما في خيلك اركبه، اعلى ما في خيلك اركبه. رحت دفعت لاحدى شركات الاتصالات على اساس ناخد منها مكالمات، ادوا لك مكالمات، بس العبيط ما لقاش في المكالمات حاجه، لا في المكالمات ايه؟ ناس مترشحه في انتخابات. هتتكلم على نجاحك يا عبيط؟ طبعا لا، هتتكلم على سقوطك طبعا. لازم يا عبيط الناس تتكلم على اسقاطك. ماشي، بيغلطوا في بعض، انت مال امك، انت طالع عمال تشتم في اهالينا ليه؟ انت اللي كلب وابن كلب. لما تشتم في اهالينا، لا، اهالينا ربوا ناس محترمه شريفه، لكن انت اهلك ما عرفوش يربوك. لو اهلك عرفوا يربوك كنت تطلع تحترم الناس وتتكلم بادب وتتكلم برقي وتختلف باحترام. ماشي، فالعبيط وعياله فضيحهم بكم. وانا قبل كده كتبت متعوس موقوس، سلسله حلقات موجوده، ما زال اللي عايز يشوفها هيلاقيها على جوجل، وهستغلك في ده واعيد لك في ده، تشتري وقت القناه، تدفع فلوس القناه، تدفع انت، تدفع السبونسر، تدفع اي مصيبه تشيلك من على ظهر الدنيا وتريح مصر كلها منك، ماليش علاقه، لكن احنا مش هنسيبك، او انا تحديدا مش هسيبك غير وانت لابس الكلبش بعد قرار نيابه الاموال العامه. ايه اللي مجننك؟ ايه اللي مجننك؟ ان احنا بنتكلم بما يرضي الله، بنقول ان في اتنين محبوسين يا عبيط يا اهبل، ها؟ واحد اسمه عماد طه والتاني اسمه احمد زكي. بتهمه ايه؟ بتهم 1 2 3، ماشي؟ منها تسهيل الاستيلاء على المال العام وتسهيل تربيح الغير. بنقول يا نيابه باذن الله مهما تتاخر هتيجي وهتلبس الكلبشات، وانا هو انت هو هتلبس الكلبشات وهتتحبس انت وكل اللي حواليك،
واولهم الدادة دودو اللي عامل اللي عمال يقول لك امين 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 على كل حاجه. مش هنسيبك بفضل الله، ما عندناش حاجه نخاف منها. تقول لي تسجيلات وعايش لي في وعايش لي بقى في زمن صلاح نصر، ماشي. ما انا مش عارف انت سعاد حسني مثلا في فيلم كرنك مثلا في المشهد الشهير ولا ايه؟ يعني انت حابب المشهد ده مثلا التسجيلات ومش عارف ايه؟ يا عبيط يا هبل، التسجيلات دي انتهت من زمان. تسجيلات ايه؟ اللي عندنا بنقوله في اكتر من اللي انا بقول لك دلوقتي. تسجيلات ايه؟ واحد زعلان انه اتقال عليه تافه فيقول لك هو إيه التسجيلات فيها حاجات مشينه، هي فيها حاجات مشينه، انقال عليك تافه وعيل. ماشي، ايه القضيه يعني؟ ايه القضيه يعني؟ ايه المشين في ده؟ ايه المشين في ده؟ مفيش مشين في ده. واحد بيهزقك او بيهزق اي حد من اصحابك يا عبيط، ماشي، ايه المشكله؟ ناس واحد بيقول لواحد بيقيم التاني يقول لك لا اداؤه ضعيف وكذا كذا ويجب ان يتحرك اكثر. الناس بتتكلم في انتخابات، بيتكلموا في ايه؟ اطلع تطلع انت يا عبيط تقول ان مش عارف، لا ده رشاوي. رشاوي مين يا هبل؟ هو انت لو ماسك علينا حاجه كنا سبنا، كنت سبتنا؟ هو انت يا راجل يا مؤاخذه، ها، لو انت ماسك علينا حاجه، انت بقالك سنين معايا وبكمل معاك، انت عارف ان الجزمه بتاعتي اشرف منك من اللي ربوك، فانت ما عندكش حاجه غير طوله لسانك. طوله اللسان قبلها طوله لسان، طوله اللسان قبلها طوله لسان، الاحترام قبله احترام، بس برضه هقوم بدور المهني، هقول انك انت عندك مخالفات كذا وكذا وكذا وكذا، وانك انت عيالك كذا. ده الواد ابنه الصغير لما عملوا تحريات لقوه من 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 سنتين في بدايه الان المخالفات والحاجات دي، لقوا رصيده في البنك 90 مليون. 90 مليون منين؟ 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 من السمسره والعمولات. امال احنا بنبيع كل سنه 18 لعيب ليه؟ وبنجيب وكلاء ملاكي ليه؟ ودلوقتي قال هو مسكه مشرف على الكوره. يا نهار اسود، يا نهار اسود، مشرف على الكوره بأمارة ايه؟ ما انت مسكت البكري والبكري فشل، هتجيب الصغير؟ ناقص تجيب بقى الاموره. ايه الخيبه بتاعت اهلك دي؟ ايه الخيبه بتاعت اهلك دي؟ منعول ابوك على منعول ابو اللي رباك، عديم التربيه ما تربيتش، منعول ابوك على ابو اللي رباك. هتطلع تشتم؟ اه مسكنا نفسنا شويه يومين، لكن هتشتم هيتمسح بامك الارض انت وعيالك. ماشي، هتشتم هيتمسح باهلك الارض. عندك بلطجيه وبتسلطهم سلط البلطجيه، مبلغين الامن. هنموت نموت، بس نموت رجاله ونبقى واقفين قدام واحد قاصر بهذا الشكل، موبوء بهذا الشكل، مبلغين كل الاجهزه، والراي العام كله عارف انت عدو الوحيد. انا او عيالي اتعرض لنا حاجه انت المسؤول قدام ربنا وقدام الناس. جابوا لنا حقنا جابوا، ما جابوش ما جابوش. جابوا لنا حقنا كقانون ودوله جابوا، ما جابوش ما جابوش. لكن في الاخر يا عبيط مش هسيبك. اقفل البرنامج ولا فارق معايا، موجود اليوتيوب، قول ما يشتغلش في المكان الفلاني، ولا فارق معايا، ولا فارق معايا. ليه؟ لان ما بخافش غير منه، وعندي رضا يتوزع على بلد كامله، رضا بما قسم وقدر، وواثق تماما ان ما اصابك ما كان ليخطئك وما اخطاك ما كان ليصيبك، وعلى يقين تام، وعلى يقين تام ان لو اجتمعت الامه على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء الا بشيء قد كتبه الله لك، واذا اجتمع يدرك لن يدرك بشيء الا قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. فمش عندك الجبنه بس هم اللي بيخافوا منك، اللي فاهمين انها عند بشر، انا واثق انها عنده هو سبحانه، مش عندك انت ولا عند غيرك. كلوك وانت زي الكلب عندهم، وانت كلب عندهم. دورك تهوهو، دورك شرشوحه، ده دورك، دي وظيفتك. دورك سعاد حسني في فيلم كرنك، ده اخرك، ماشي. لكن انت تيجي تتكلم عن اسيادك بالجزمه وانت عارف اتعمل فيك ايه قبل كده، بالجزمه وانت عارف اتعمل فيك في ايه قبل كده، بعدها لك تاني. واقسم بالله ما فارق معايا، اقفل برامج، اقفل. ايه ما انت بقالك كام سنه بتقفل؟ مش بقالك 10 سنين ولا 9 سنين؟ اعمل اللي انت عاوزه، بفضل الله عايشين ومبسوطين وبنربي عيالنا بالحلال، مش زيك انت عيالك بتربوا بالسمسره والعمولات. يا راجل ده انت البرج اللي انت عامله ناصب على الست فيها، كانت موكلتك ونصبت عليها، بيعتها بيعتها الارض الفيلا، وقبل كده كنت شغال ايه؟ مرمطون عند الريان. مالكش، ما اوعى تتكلم عن الحلال والحرام، انت ما تعرفوش، انت ما تعرفش الحلال والحرام اصلا، انت ما تعرفش الحلال ولا الحرام. اهلك اصلا رموك في الشارع، يا ريتك تربيه شوارع، على الاقل الناس اللي في الشارع الناس بتعطف عليها، لكن انك انت شخص حقير وواطي وسافل ومنحط. اعمل اللي انت عاوزه.
ذيع التسجيلات اللي عندك يا حبيب قلبي. وانا الناس اللي سمعوها قالوا يا استاذ ابو المعاطي ما فيش حاجه تمسك، وانا ما عنديش حاجه تمسني، دي ما عليهاش بطحه، ودي ما بتتحنش غير لله، اعلى ما في خيل اهلك اركبه ماشي، وهمسكك انت وعيالك وفضايحكم. حد يجي يقول لي والنبي بلاش العيال زي ما انت بعت لي؟ لا، الا العيال. ليه؟ لان هما دلوقتي سلاحك، ده واحد تمسكه مشرف والتاني سمسر والتالت مش عارف يمشي مع رقاصه وكلام، مش هسيبك. اقفل البرامج، اقفل القنوات، اعمل اللي انت عاوزه، اليوتيوب موجود هطلع لك عليه، هبقى عملك الراضي اللي ما تشوفش منه خير ابدا في حياتك، خير ابدا في حياتك، مش هسيبك اقسم بالله العظيم غير وانت في السجن، وباذن الله وبركه سيدنا النبي هتتسجن، ومصر كلها تصحى في يوم كده يقول لك ده اتسجن هو واعوانه. مهما كان، مهما كان، ربك اكبر من البشر، ربك اكبر من البشر، ايا كان البشر اللي ساندينك، ايا كان البشر اللي قالوا هدوا اللعب شويه، ايا كان البشر قالوا احنا لسه محتاجينه، ايا كان الوزير الضعيف او اللجنه الاولمبيه الهلفوت، ماشي، ايا كان، ايا كان، انا مكمل معاك، اشتغلت، عملت برنامج، ما عملتش برنامج، قعدت في البيت، مسكت رئيس قناه، ما اشتغلت، مش فارق بالنسبه لي، انا مكمل معاك لحد ما تتحبس باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.